وصلنا بالخبر حوالي الساعة الرابعة صباحا، وانتقلت شخصيا انا وسيد المندوب المكان الحادث، لقينا ستة ديال الجثث اللي هما يعني متوفين بنظرا للاختناق ديال الغاز ديال البيطان، وحالة واحدة تم النقل ديالها لقسم المستجلات بحيث وصفت بردود نظرا للسقوط ديالها، و يعني دي صفة هذا وحالة اختناق. قدمنا الإسعافات الأولية وراه دابا كتواجد في قسم المستجلات اللي غندخلوه في حالة استشفاء لمدة 48 ساعة تحت الحراسة الطبية، بينما الستة ديال الجثث الآخرين كلهم عندهم أعراض ديال الاختناق عن طريق يعني الاستنشاق ديال الغاز ديال البيطان.